ينفذ بأي كيفية. هي لحظات لا تنسى، صور تبقى راسخة في الأذهان لتؤرخ لمرحلة أخرى من تاريخ المولودية البجوية التي كان اللعب في دور الأضواء بالنسبة لعشاقها بمثابة الحلم. أما اليوم فالطموح تغير وأضحى أبناء عاصمة الحمديين يقارعون عمالقة القارة السمراء. كل شيء بدأ موسم 2011-2012 لما تحقق حلم الصعود في أجواء استثنائية. الصعود من أجل الصعود هو فخ وقعت فيه الكثير من النوادي، لكن المولودية البجاوية تجنبته بفضل ابن مدينة لمسان عبد القادر عمراني الذي جاء حاملا معه مشروعا طموحا ليعطى بعد آخر للموب، فانقذه من شبح السقوط ليأتي الموسم الثاني في حضيرة الكبار، فكان موسما استثنائيا أنهاه البجاوية رافعين السيد الكاس في سماء ملعب مصطفى شاكير بالبليدة. في ذات الموسم تنافس الموب على لقب البطولة أيضا، فأنهاه وصيفا لوفاق سطيف لتفتح أمامه أبواب المغامرة الإفريقية بما تحمله من أبعاد كبيرة لكل النوادي. هكذا كان وهكذا أصبح الموب. كان يعاني في الأقسام السفلى وأصبح في ظرف وجيز في مصاف الكبار، فمن كان وراء هذه القفزة النوعية؟ لا أحد يمكن أن ينكر فضل كل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الفريق، ولا أحد ينسى أو يتناسى أن عبد القادر عمراني كان صاحب الوصفة السحرية. لكن الإجماع في رأي المتتبعين والمختصين وقع على امتلاك الفريق لقاعدة جماهيرية فريدة من نوعها، ظلت وفية للونين الأخضر والأسود حتى في أحلك وأصعب الأوقات. فأضحى ملعب الوحدة المغاربية مسرحا شاهدا على وقوفهم المستمر ودعمهم اللامتناهي للاعبيهم. هي حكاية فريق فرض شخصيته في ظرف وجيز وأضحى يحسب له ألف حساب بطموح لا حدود له. فأضحى الموب شمع في عاصمة الحمديين تضيء وتنير أحلام البجاوية، ويبقى الجميع يتمنى أن تستمر أحلامهم وأفراحهم لسنوات طويلة ويزداد هذا التألق توهجا في سماء الكرة الجزائرية.